السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية قول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن جوائز وهدايا مجانية جديدة، هشرح كل شيء بالتفصيل. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدا بالتفاصيل. قبل ما اتكلم على الهدايا المجانيه وكيف نحصل عليها، في شروط ضروري توفروها علشان تاخذوا الهدايا. اول شيء ضروري يكون عندك حساب في التويتش، ثاني شيء ضروري انك انت رابط التويتش بالايبك جيمز، وثالث شيء اهم شيء انك انت رابط الايبك جيمز في السوني علشان تاخذ الهدايا هذه في لعبه فورتنايت. تمام؟ طيب اذا انت ما عندك حساب في التويتش او ما ربطت الحسابات او ما تعرف تربطها، انا احط لكم رابط اسفل الفيديو مقطع سابق لي، صراحه المقطع طويل شويه بس انا مبين فيه كل شيء، كيف تفتح ايميل جديد، كيف تفتح حساب في السوني، في الايبك، في التويتش، وكيف تربط الحسابات ومسويه على اجزاء، يعني تقدر تسوي الشيء هذا بطريقه مره سهله. تمام؟ طيب مجرد انك انت سويت الاشياء هذه كلها، الان حبين لكم كيف تقدروا تاخذ الهدايا في التويتش. في ناس يعرفوا النظام وفي ناس جديدة، فحبين هذا الشيء، أبغاكم بس تركزوا معايا. تمام، أول شيء تكتب في المتصفح تويتش، حيدخلك على الصفحة الرئيسية حق التويتش. تمام، طيب ضروري الشيء الشخص اللي أنت تشاهد له يكون لايف أو مباشر، هذا أهم شيء. تمام، طيب ثاني شيء علشان أنت تشاهد لناس يعطوك هدايا تويتش، حاول أنك تكتب في البحث فورتنايت فينيسز او اكتب دروبس انيبل، حيطلع لك اشخاص كثيره. طيب انت كيف تعرف الناس اللي يعطوك هدايا تويتش؟ ركزوا معايا، اول ما تضغط على الشخص اللي يعطيك الهدايا، لاحظوا معايا، حيطلع لك في اليمين، شاهدوا في اقصى اليمين ايش اللي حيطلع. شوف يطلع لكم على طول شعار تويتش، شايفينه؟ طيب تضغط على السهم، تضغط على المربع البنفسجي هذا، حيدخلك على الصفحه الثانيه، تضغط هنا في اليمين، في اليسار، الكلمة اللي في اليسار حيطلع لك الهدايا. لاحظوا معي اليوم احنا عندنا هديتين حناخدها في نفس الوقت، اول هدية حناخد البخاخ، وتاني هدية حناخد شاشة التحميل. صراحة لا تفوت عليكم شاشة التحميل لانها مرة حلوة. طيب اول هدية حتتفرج لمدة نص ساعة 30 دقيقة، حتاخد الاولى، بعد كده حتشاهد نص ساعة ثانية حتاخد الهدية الثانية، يعني اذا انت شاهدت لمدة ساعة حتاخد الهديتين كاملة. انا حسوي لكم حركه مره حلوه، هذه كده يعني زي ما تقول ايش، عشان اسهل لكم الموضوع. انا احط لكم اسفل الفيديو بعض الاشخاص اللي هم مضمونين انهم يعطوكم هدايا تويتش. تمام، حط لكم اسمائهم واحط لكم روابط القناه تبعهم. كل اللي عليك انك تضغط على الرابط حيدخلك على قناته وتشاهد على طول. طيب اذا انت مثلا دخلت على الشخص الاول ولقيته مو مشغل البث المباشر، شوف الثاني وشوف الثالث، اذا الثلاثه مقفلين سوي الطريقة اللي أنا وضحت لكم إياها، إنك أنت تكتب في البحث فورتنايت فينيسز وتبدأ تشاهد. أهم شيء يطلع لك الشعار اللي في اليمين، أنت كده أخذت الهدايا. حاول إنكم تلحقوا على الهدايا لأن ممكن مدتها يومين أو 3 أيام، بعد كده هتروح عليكم، يعني ممكن يومين أو 3. تمام؟ طيب حبين لكم الآن كيف تقدروا تفعلوا الهدايا عشان تاخذوها في لعبة فورتنايت. هجيكم أنا سويت لكم كده مقطع صغير عن الموضوع هذا عشان تعرفوا. أول شيء هيجيكم نفس النظام هذا، أول ما يخلص العد التنازلي المربع الابيض تضغط عليه، حيطلع لك فوق علامه صح، انت كده اخذت الهديه في لعبه فورتنايت. ماشي، لازم تسوي الحركه هذه عشان تاخذها في اللعبه. طيب اذا انت مثلا سويت الحركه هذه ورحت دخلت اللعبه ما حصلتها، حاول انك تتاكد انك انت رابط التويتش بالايبك جيمز، هذه واحد. ثاني شيء تاكد انك انت رابط الايبك جيمز في السوني. طيب اذا انت رابط الحسابات وكل شيء تمام، في شيء واحد انك تسويه، انك تفصل الاتصال بين التويتش والايبك جيمز وترجع تربطه ثاني، حيزبط معك، لانه بعض الاحيان تويتش يعلق معك، فهمت كيف؟ بس اهم شيء ما تسوي الحركه هذه الا اذا انت عارف الايميل والرقم السري حق التويتش، لانه حيطلبوا ممكن حيطلبوا منك وممكن لا. ماشي؟ هذا كل شيء كان على الهدايا، هدايا تويتش، هذه اخر هديتين، حاولوا تلحقوا عليها. كذا وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.